الهجرة وإدارة النفايات ستكون هي المواضيع الرئيسية لاجتماع أرلم المجلس الإقليمي والمحلي الأورومتوسطي خلال عام 2014. لقد وافق ممثل المجتمعات المحلية من جميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط في جلسة مكتملة النصاب القانوني تم عقدها في مدينة طنجة بالمغرب على البرنامج الطموح للمستقبل الذي سوف يقود أنشطة المجلس الذي أصبح الذراع التنفيذي الإقليمي للاتحاد في منطقة البحر الأبيض المتوسط. تم تكليف رئيس مدينة لشبونة أنطونيو كوستا بإعداد تقرير للسلطات المحلية لتقييم المساهمة التي يمكن تقديمها من قبل السلطات المحلية من أجل تسهيل عمل إدارة فعالة للهجرة. Estamos viendo una situación en donde yo creo que todos tenemos que comprometernos y cuando decimos todos siempre hay un político de mayor proximidad, el más cercano al ciudadano, el que realmente está experimentando el problema en primera línea y ese es el representante de un municipio o el representante de una región. يعد التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط أمر حاسم لمواجهة مسألة تدفقات المهاجرين وتلعب السلطات المحلية في جميع أنحاء الحوض دورا هاما في ذلك. The recommendations of Arlem, they will help all countries whether they are in the north or in the south. Also the project made for jobs that are being tackled these days by the Union for the Mediterranean to allow for more jobs for the youth and women. This would in a way help reduce migration. هذا العام موضوع رئيسي آخر من عمل المجلس سوف يكون نضال ضد التلوث في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي يمرر من خلال الإدارة السالمة للنفايات ولا سيما في بلدان الضفة الجنوبية. كيف نغير الثقافة في الجانب المتوسط في جنوب المتوسط؟ كيف نغير ثقافات عديدة هي اليوم عبء على مجتمعاتنا؟ فكيف نغير الثقافات لتصبح هذه الثقافات وهذه المشاريع رافعة للتنمية في هذه المدن؟ وهذا المهم يعني اعتقادنا في أرلم، أنه نحن نحدث تغيير باتجاه أن تكون هذه المشاريع رافعة للمدن في جنوب المتوسط تحديدا، اللي أصلا هي متخلفة عن شمال المتوسط يمكن 50 سنة، خلينا نقول إذا مش أكثر. فإحنا لازم نلحق بالركب حتى نستفيد من كل الإمكانيات الموجودة في حوض المتوسط من أجل إحداث تنمية مستدامة. خلال الاجتماع الإقليمي المحلي الأورومتوسطي أرلم في طنجة، قام ممثلي منطقة المتوسط باعتماد تقرير يتضمن طلبا مقدما للاتحاد الأوروبي بشأن الشروع بتنفيذ خطتين إقليميتين في حوض المتوسط، إحداهما تهتم بالمنطقة الغربية والأخرى بتلك الشرقية. إنهما خطتان من شأنهما أن يتكاملا في المستقبل مع خطة البحر الأدرياتيك الإيوني التي من المتوقع اعتمادها في النصف الثاني من عام 2014. وختاما، وجه الاجتماع الإقليمي المحلي الأورومتوسطي أرلم استدعاء لكافة بلدان الضفة الجنوبية للتنفيذ العاجل لخطط التنقل المدني الممكن دعمها. يجب الأخذ في الاعتبار أن الافتقار إلى البنية التحتية اللازمة يكلف دول الحوض المتوسط نسبة 5% من إجمالي الناتج، وإن استمر الوضع الحالي على ما هو عليه خلال السنوات المقبلة سيصبح غير محتمل. وقد طالب الاجتماع الإقليمي المحلي الأورومتوسطي أرلم بتعزيز العملية اللامركزية للسلطات تجاه المدن وتحسين التعاون بين ضفتي المتوسط للسماح بالتبادل الجيد للخبرات.